المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، وهذه نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بالعناوين. الرئيس اليمني يستقبل محافظ حضرموت للوقوف على مجمل الأوضاع بالمحافظة. الرئيس الزبيدي يفتتح بالعاصمة عدن قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي. بنسبة نجاح أعلى من 85%، وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن تعلن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم. تزامناً مع حلول الذكرى 50 لعيد الجيش الجنوبي، ناشطون وسياسيون جنوبيون يطلقون هاشتاغ جيش الجنوب فخرنا.